ازعل منك ازاي وانا متجوزه احسن واحد بيفسر احلام؟ احسن واحد بيفسر احلام دي اللي جايبه لك كافيه. عندي زباين كتير جدا والله. من كترهم ايديتهم نمت تليفوني بقيت افسر على التليفون. الو دكتور عاطف مفسر احلام، استشاره ولا حلم جديد؟ حلم جديد. اسمح لك يا فندم. استاذ سيد. تمام الدكتور حضرتك. استاذ سيد. ايوه تمام استاذ سيد. حضرتك حلمت بايه؟ هاي حضرتك حلمت ان انت لابس جزمه ضيقه عليك. كمل. ايه الحلم خلص؟ حضرتك مكلمني عشان افسر لك ان الجزمه ضيقه عليك؟ تفسيره هيوصلك حالا يا فندم. معلش يا مدحو واحد بيهرب. يا حبيبي التليفون بيرن. الو دكتور عاطف مفسر احلام، استشاره ولا حلم جديد؟ حلم جديد. اسمح لك يا فندم استاذ مجدي صفحه لوحده والنبي. استاذ مجدي حضرتك حلمت بايه؟ هاي حضرتك حلمت ان انت لابس جزمه واسعه عليك. كمل. الحلم خلص برضه. تفسيره ايه؟ تفسيره اللي هديك نمره سيد تبدلوا احلام مع بعض يا جزم. والله وحشني. حبيبتي وحشني يا مدحو. اخبارك ايه؟ عامله ايه؟ عم وحشني والله. انت عامله ايه؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ تمام؟ تمام. عاطف ازيك يا عم؟ ازيك حبيبي؟ ازيك حبيبي؟ ايه الحاجة ده؟ عشني والله. الحمد لله على السلامة. ايه الحلاوة دي؟ عشني والله. طب مش تقول لنا انك جاي يا راجل؟ ربنا يخليك يا حبيبي. ابعت عربية تجيبك من المطار. ربنا يخليك حبيبي. الحمد لله على السلامة. عامل ايه في الجواز؟ جواز زي الفل. 100 100 زي الفل الجواز يا حبيبي. وكله حلو ماشي؟ تمام الحمد لله. اوه مين المزة الحلوة اللي معاك دي؟ مزة مين دي؟ بنتك. بنت مين؟ بنتك انت. من مين؟ من مين؟ من حمادة زكريا. مديحة. مديحة يا بابا. مش القضايا ويا ابني والله ما بفضل. ربنا يكفيك. قضايا الصبح قضايا. ربنا يكفيك. شو حبيبتي؟ ايه الحلاوة دي؟ هما اللي بيتجوزوا بيحلووا كده؟ عاملين ايه يا اولاد في الجواز؟ كله زي الفل يا عم الحمد لله. كله تمام؟ تمام يا حبيبي الحمد لله. يكون مزعلك في حاجة أملص ودانه. اوعى تكون مزعلك في حاجة أملص ودانك. برضه؟ أملص ودان وبنتي. ربنا يخليها لك. ونفل. حبيبي. طب كلمة سر كده. اتفضل حبيبي اتفضل. عاملة ايه يا حبيبتي؟ بس خليكي جدعة. أي حاجة يقولك هات. حاضر. اعملي لي ايه؟ هات. خليكي شاطرة ناصحة مودرن. اطبخي لي ايه؟ هات. ها كده على طول ايدك دي ما تنزلش. هات. طول ما هو في البيت ايدك كده. لك عايزين نجيب عيل. هات بإيديك الاتنين. ها؟ خليكي زي أمك. امك مفنكشاني خالص. ازيك يا عم اخبارك وحشني. بقول لك ايه؟ ايه يا حبيبي؟ انت بتطبخ في البيت؟ فشل مديحة اللي بتطبخ. بتغسل؟ مديحة اللي بتغسل. بتكوي؟ مديحة اللي بتكوي. بتعمل بدنجان؟ مديحة اللي بتقور. بتقور؟ اه. ما بتعملش حاجة. مديحة بتعمل كل حاجة. يعني انت داخل بمجهودك بس. بابي في واحد سأل عليك اسمه عبد النرويجي وقال لي ان هو من طرف البيجي بي. هقول لك عليه بعدين. عمي النهارده عيد ميلاد حضرتك، كل سنه وانت طيب. كرافته حمراء هديه يا حبيبي. كل سنه وانت طيب. كرافته حمراء شيك على فكره. ميرسي يا حبيبي. كل سنه وانت طيب يا حبيبي. تحفه. حلوه. تجنن. جامده. مش دي الجاكيته بتاعتها ولا هي؟ الله يا بابي كرافتك نان. شفت عطوفه بيحبك قد ايه؟ فرحت عمي بيه. هو حضرتك لابس كده ليه؟ كان عندي قضيه في المطبخ وطلعت البدنجان براءة. حبيبي ما انت عارف ان بابي بيحب يغسل ويطبخ غاوي يعني. يغسل ويطبخ شغاله في البيت يعني. مين اللي شغاله يا يعني؟ انا ما قورتش البدنجان، خلي بالك لسه البدنجان صغير، انا اقور حاجه كبيره. ها لمي نفسك حبيبي. عم والله ما تيجي معانا شرم الشيخ؟ والله يا بابي فكره جنان، على الاقل تغير جو. تعملوا ايه في شرم الشيخ؟ في ندوه لازم احضرها بتناقش علم وتفسير الاحلام والتلفزيون هيصورها. ده مالك ومال احلام؟ ازاي يا عم؟ ازاي بس ماله؟ انت مش عارف ان عاطف دارس علم نفس وعيادته فيها قسم كبير جدا لتفسير الاحلام، وبعدين هو بيفهم في الموضوع ده كويس قوي. يعني الاحلام ده حقيقي؟ عمي انا معايا ماجستير تفسير احلام. يعني اقول لك الحلم ان شاء الله هيحصل التفسير. ممكن يعني؟ يعني ده بيحصل حقيقي؟ ايوه يا عم دي دراسه يا عم، اقول لك اي حاجه. طيب انت حلمت بحاجه؟ ثانيه واحده. امبارح والله يا بنتي لسه خير، اللهم اجعله خير. خير ان شاء الله. ده بيطلع ورقه وقال دي دراسه يا عم، انا مش هقول لك اي حاجه، ان شاء الله هيحصل التفسير. حلمت كده قال ايه؟ خير اللهم اجعله خير. خير ان شاء الله. ان انا وزكيه مراتي حمادي واقفين على السطوح كده. خير اللهم اجعله خير. خير ان شاء الله. واقفين وقفه رومانسيه انا وهي.
والقمر قدامنا كده متدلدل رايح جاي. متدلدل؟ كان متدلدل ما اعرفش ليه، الظهر ما كانش لاقي مكان. اهو حلم بقى، انت عارف الاحلام دي بقى. ايوه حبيبي ايوه. فانتازيا، يبقى فيها شويه فانتازيا. اوعى تكون الفانتازيا دي بتاثر عليك. لا حبيبي خالص. انت بتفسر فانتازيا؟ بفسر كل حاجه اي حد. اوكي. قعدت بقى ادلعها كده واغني لها واقول لها بحبك وحشتيني. يا رومانسي. بحبك وانت نور عيني. الله عليك. ولو انك مخزقه عيني بحبك موت. هي اتدلعت بقى وراحت عامله كده، ورحت انا شايلها كده وبكل رومانسيه، ورحت راميها من فوق السطوح. رميت امك من فوق. الله الله يا، وهي نازله والفستان طار وحالتها كانت نيله. ده تفسيره ايه يا شيخ سيد؟ هسألك شوية أسئلة على أساس هقدر أفسر حاجة. أوي أوي. أنت غنيت لحماتي ورحت شايلها ورميها من فوق السطوح. الحمد لله. كان سطوح العمارة دي؟ العمارة دي كم دور؟ 27 دور. 27 دور. في ترخيص في الحي بال 27 دور؟ ترخيص؟ في ترخيص؟ ضروري ولا العمارة تقع؟ المحافظ ماضي على الترخيص. محافظ؟ أه. مش عارف يا ابني، اصل انا مشغول ازاي حرمي الوليه، مش فاضي بقى اشوف المحافظ ماله. الراجل ماضي؟ ضروري يمضي. ماضي العماره ليها بواب؟ ايوه ليها بواب. ليها بواب. ايوه ايوه قاعد تحت. ليها بواب. معاه بطاقه؟ معرفش، انا شفته قاعد بيعد صوابع رجليه، معرفش كان فيه ايه. وصل لحد 12، معرفش. يبقى معاه بطاقه. البواب خلص جيش؟ يا ابني انا مش فاكر هو قاعد يعد ويخلص ويعيد تاني، يلاقي صباع ناقص، صباع زياده. الراجل مشغول بقى، يبقى خلص جيش. طب عمي البواب لما بتندهه بيطلع؟ لا بيقلع. طب الاسانسير صناعه ايه؟ الواد ما فطرش، مش عارفه ماله. صيني صغير، صيني كده. هايل يا عمي، اسانسير صيني وغنى لحماتي وراح راميها. عمي تفسير الحلم ده ان البواب هيموت. خد يلا. انت فهمت غلط. ليه؟ البواب قاعد تحت بيعد في الصوابع. انا شلت زكيه من فوق ورميتها من فوق. انت مش رميت زكيه؟ مراتي من فوق. يبقى البواب هيموت تحت. هيموت من انت قاعد تحت بيعد. ايوه. والزكيه هي اللي فوق. ايوه. مش انت رميتها؟ البواب هيموت. لا يا راجل. والله. طب افرض انا سبت الزكيه تحت. واخدت البواب بيعد صوابعه فوق. على السطوح. اه. ورميته هو، مين هيموت؟ زكية. الحلم اللي جاي إن شاء الله.